كيش دخلت جوا؟ لا انا واثقه لهون. كانوا يوقفوا معي وخاصة ناصر أبو حميد وأخوته بدو تسمعوا فيه. بنعرفه. ومن معي كله كان معي كل الأمر. كان حياك وأزمة أزمة داخل السجن. السجن أنا كنت أشتغل في التنظيم برضو. كنت موجه كنت موجه ثقافي برضو. ندرس ونعمل برضو مسابقات سين جيم في رمضان في الأيام العادية نعمل احتفالات. ممكن لما تستشهد أهلك بعد شهرين ثلاثة سنة خلاص بعد والنور. هاي أول ما دخلت السجن عام 93 كبير هو جوا بعد الجنة تحت بعد سنتين عند الأولاد من السجن شو كله 24 ساعة مسكر عليه هذيك الصورة تطلع وقت الفور بتطلع بدي أبوي بدي أبوه خذوا جملة أمك موقف ولا عمري بنسى. اليوم الأسرى القدامى في داخل السجون بيعيشوا بظل وبإهانة وبكل شيء. منهم الأسير كريم يونس وماهر يونس هذول دخلوا في عامهم 35 سنة. في العالم كله في الكرة الأرضية ما فيش ساجين عاش في 35 سنة و 40 سنة. الحركة الأسيرة داخل السجون أضربت عدة مرات. يعني هاي كلها يعني عن الطعام. بس باخذوا مي وملح وبعيشوا يعني اكثر من بدي احكي لك اكثر من 20 21 يوم في هاي في ناس اضرب اشهر وروحوا. الاضراب هذا بكون اذا ما كانش مساعده من الخارج الشارع يوقف معاهم والدول الاجنبيه كمان مين ما يكونوا خاصه الدول العربيه يوقف معاهم في الشيء هذا ما بنجحش الاضراب. بس ان شاء الله احنا بنتمنى من الله انه ينجح الاضراب هذا ويتم اطلاق سراح كل الاسرى لانه هذا اذا ما حدش وقف معهم انا وانت وهذا كله الشعب كله ما كيف بدهم يروحوا لانهم بيكونوا مطمئنين انه برا الشارع يكون معهم واقف ويعملوا خيام اعتصام في كل بلد والناس يروحوا يعتصموا كل شيء بيساعد هذا شوي. الاضراب في داخل السجون بصير قمع للأسرى برشوهم مية برشوا غاز كمان تبع البودرة يعني بأثر كله على الأسير. هذا أنا من اللي مخلص برغال كنا بدنا نموت من البودرة هاي رشونا في وجوهنا يعني شيء مهين كثير للأسرة. بس الأسرة الحمد لله يعني صابرين وصمدوا وبتحملوا كل شيء. الأسرة يعني الحمد لله الله دائما معنا. في صار الإضراب الأخير اللي صار قبل ما أروح أنا يعني صار إضراب حوالي 21 يوم. الإضراب هذا كان يعني كل سجون يد واحدة كانت. اليهود لما بشوفوا الواحد يعني إدارة السجون لما بتشوف إنه الإضراب ماشي وناجح بحبوا يعركسوا تعالوا أنتوا بتضروا حالكم هيك بتشربوا مي وملح ومش عارف إيش أنتوا لازم تأكلوا في عندكم مرضى في أبصر إيش كل يوم بطلعوا على العيادة في فحص يوم في السجن عسقلان الشباب يعني صاروا يضربوا عليهم كل إشي مع إنه طلعنا كل أغراض إحنا ما تظلش عندك إلا غير بس هالإشي زي صحون إشي يعني فيش أكل من مرة في داخل الغرفة كله إحنا بنطلعه مش هم بيطلعوا إحنا بنطلع كل الأكل هم بيقول لك خذ أكل بس إحنا كنا نرفض هذا الشيء وكانوا الشباب يعني صابرين والحمد لله رب العالمين يعني إشي بنجح وإشي شو يعني هو الإضراب بس اللي بدك تدخل إضراب ممنوع إنك تفك إضرابك أنت لازم تضلك ماشي مع إخوانك كلهم. كانوا المرضى يمنعوهم يضربوا لأن المريض ما بقدرش يضرب. المرضى كانوا يخلونا إحنا آخر مرحلة آخر يومين ثلاث يقولوا هي الإضراب فتحنا إضراب مشان المرضى. المرضى هذول بيضغطوا كثير يعني بصير ضغط على إدارة السجون كثير بصير مفاوضات بين إدارة السجون وبين الشباب وبين برا كمان مع السلطة كل شيء على سبة إنه يتم إيقاف هذا الإضراب ويعطونا يعني إشي من المطالب اللي كنا نطلبها. يعني بدي أقول لك من السبعينات وفوق غيره كمان صح؟ في لسه بكتب فيه ألفت كتاب عن المخيمات